السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن دودة تانية ممكن نشوفها في عينات اليورين أناليسيس، وهي الانتروبياس فيرميكيولاريس إيج، أو بويضات الدودة الدبوسية. من المعلوم عن الدودة الدبوسية إنها أحد الانتستاينال نيماتودز، يعني هي موجودة في الجهاز الهضمي أصلا، وده مكانها الأساسي، وبتعمل دايريا، جي أي تي ديستربنسز، شوية وجع في البطن أو إسهال. ولكن هذه الدودة بتعمل حركة حلوة قوي، هي علشان تحط البويضات بتاعتها بتخرج من فتحة الشرج وتبتدي تلزق البويضات على الجلد اللي موجود حوالين فتحة الشرج، وبعد ما تقوم بالرحلة الليلية دي كل يوم بترجع تاني فتحة الشرج، ولكنها احتمال في هذه الرحلة في يوم من الأيام تتوه، فما ترجعش في نفس الفتحة، ترجع من الفتحات اللي جنبها من الفاجينا أو اليوريثرا. وطبعا لقرب هذه الفتحات من بعضها في الفيميلز، فالموضوع بيبقى اكتر في البنات الصغيرين، الاطفال الصغيرين اللي هم الفيميلز، سهل ان هم يجي لهم الدودة دي تهاجم الجهاز البولي وتعمل لهم مشاكل فيه. اعراضها بتبقى ما بين التهابات في الجهاز البولي، لان ممكن تعمل جرانيلوما وحواليها بكتيريا الانفكشن، وطبعا بيبقى معاها بقى البيروريتس اناي، هرش حوالين فتحة الشرج، وممكن يبقى فيه سلس بولي ليلي. شكل البيضه دي بيبقى شكلها عامل ازاي؟ بيقولوا عليها ان هي شبه حرف الدي الكابيتال دي بتاع الانجليزي، لان بوردر مستقيم والناحيه التانية بتبقى كونفكس كده وتخينه، وجواها بتبقى لارفا مكتمله النمو. ده شكل البيضه اهي، بتبقى بوردر مستقيم والتاني كونفكس، ولو نلاحظ جواها اللارفا باينه، هي اللي باين ان جواها مش اماتيور كونتنت، لا دي لارفا مكتمله النمو. وبس كده، نشوفكم في المره الجايه.